عقدت جلسة في المسرح اليوناني لمنتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ. وتهدف الجلسة للتعرف على مهمة ورؤية منتدى شباب العالم، فضلا على التعرف على الفعاليات والبرامج المختلفة التي يقدمها المنتدى، وذلك بالإضافة إلى معرفة كيفية التقدم وحضور فعاليات المنتدى، فضلا على الإلمام بمزايا حضور تلك الفعاليات من اكتساب مهارات شخصية وقيادية مختلفة. الهدف من الندوة ديت ان انا كنت عاوزة اخلي كل الشباب وبالذات المهندسين والمهندسين الحاليين في الجامعات او اللي اتخرجوا، عاوزين يفكروا بره الصندوق اللي احنا طول حياتنا قاعدين فيه. احنا من اول ما اتولدنا احنا بنفكر، احنا دايما بنبني بالاسمنت وبنبني بالطوب وبنبني بالستيل. طب لا يا جماعة، احنا عاوزين نبطل نفكر بالطريقة دي، احنا عاوزين نفكر بطريقة تانية. احنا دلوقتي العالم كله بيحصل له مشاكل، احنا في مصر ممكن الحمد لله يعني ربنا رحمنا ان احنا ما عندناش مشاكل بيئية، بس العالم كله بيواجه مشاكل بيئية. باكستان والسودان غرقوا، امريكا عندها ستورمز، كندا الفاير بليس كان في استراليا السنة اللي فاتت. فكل دي مشاكل بيئية احنا اللي تسببنا فيها، مش مهندسين، احنا تسببنا فيها كبشر. فاحنا عاوزين نوقف السايكل ديت، هي سايكل على طول بتتعاد، كل سنة بتحصل المشاكل دي. فجي الوقت ان احنا نقف، احنا الشباب نقف وقفة ونقول لا يا جماعة، احنا عاوزين نتغير، احنا عاوزين نفكر بطريقة تانية، احنا عاوزين نحمي المكان اللي احنا قاعدين عليه. احنا مش هنقعد نفكر ان احنا يوم ما هنبوظ هنا هنروح مكان تاني، عشان مفيش مكان تاني. القمر مش مهيأ ان احنا مثلا نطلع له، حتى لو مهيأ مش كلنا هنطلع، مش معنى كده ان هنا هيموتوا. فما ينفعش كده، لازم احنا نفكر بطريقة نسيف البلانت اللي احنا عايشين عليه، نسيف البيئه اللي احنا عايشين جواها، نسيف المجتمع اللي احنا طلعنا منه، ونسيف برضو عيلتنا واصحابنا وكل الناس اللي احنا بنحبهم. ان في الاخر انت هتتحاسب على الناس دي كلها، وقدر انت كبير او صغير او ايا كان منصبك ايه في العالم، انت هتتحاسب على الناس اللي انت مسؤول عنهم. فعشان كده انا كنت بتكلم النهارده في الندوه، لا يا جماعه احنا صغيرين، احنا الشباب، احنا اللي مطلوب مننا نفكر، احنا المطلوب مننا نتطور، احنا المطلوب مننا ان احنا نبدا نتطور في كل حاجه في حياتنا. فالاتيتيودنا ناحيه البيئه، our behavior towards the environment, the planet, our way of thinking، احنا محتاجين نتطور على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد البيئي وعلى الصعيد كدوله وعلى الصعيد كعالم. يعني احنا الفكره النهارده انا ما كنتش بكلم مصر، انا ما كنتش بكلم اولاد مصر، انا بكلم شباب العالم، which is من منصة منتدى شباب العالم. أنا بتحدث مع كل شاب في العالم، يا جماعة إحنا محتاجينكم، إحنا عاوزينكم، إحنا مش هينفع طول حياتنا بنفكر أنت في أمريكا، أنت في كندا، أنت في مصر، أنت في السودان، إحنا مش هينفع نعيش حياتنا بنفكر في البوردرز بتاع بلاد.